بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا إن شاء الله. Sun, الشمس. The sun is a sphere of intensity, hot gases, matter. الشمس هي عبارة عن كرة من الغازات الحارة with diameter مع قطر 1.39 × 10^9 متر. See figure 1. The sun is about حوالي تبعد 1.5 × 10^8 كيلو متر away from the earth، تبعد 1.5 × 10^8 كيلو متر عن الأرض. So because لذلك thermal radiation الإشعاع الشمسي أو الإشعاع الحراري travel with the speed of the light، يعني يسافر بسرعة الضوء أو ينتقل بسرعة الضوء in vacuum في الفراغ اللي هي about 300,000 كيلومتر على السكند. After leaving the sun بعد مغادرة الشمس، solar energy طاقة شمسية reaches our planet تصل إلى كوكبنا in 8 minutes and 20 seconds 8 دقائق و20 سكند توصل الطاقة الشمسية إلى الأرض. As absorbed from the earth كما نلاحظ من الأرض بهذا الشكل. The sun disk قرص الشمس forms an angle زاوية أو 32 minute of a degree، الزاوية اللي يكونها قرص الشمس باتجاه الأرض هي 32 minute، والمينت تساوي 1/60 من الدقري من الدرجة. This is important in many applications. هاي الزاوية هي مهمة في عدة تطبيقات، especially in concentrator optics في المركزات البصرية، where the sun cannot be حيث أن الشمس لا يمكن اعتبارها considered as a point source، لا يمكن اعتبارها كمصدر نقطي. And even حتى وإن كان this small angle هاي الزاوية القليلة is significant in the analysis مهمة في تحليلات of optical behavior of the collector في تصرف الكولكتر المجمع الشمسي. The sun has an effective black body temperature الشمس لها درجة حرارة black body جسم أسود حوالي 5760 كلفن. The temperature is in the central region is much higher، درجة في مركزها هي أعلى بكثير. In effect في الواقع the sun is a continuous fusion reactor، هي عبارة عن مفاعل اندماج، يعني الحرارة تنتج عن طريق تفاعل الاندماج اللي يحدث in which hydrogen الهيدروجين is turned into helium، الهيدروجين يتحول إلى هيليوم وهذا يبعث طاقة حرارية عالية يسمى تفاعل الاندماج. In effect the sun is a continuous fusion reactor، هي مفاعل اندماج in which hydrogen is turned into helium، الهيدروجين يتحول إلى هيليوم. The sun total energy output طاقة الشمس الكلية هي 3.8 × 10^20 ميجا واط، which is equal to 63 ميجا واط لكل متر تربيع of the sun surface لسطح الشمس. This energy radiates هاي الطاقة تشع outward اتجاه الخارج in all directions في كل الاتجاهات. The earth receives الأرض تستقبل only tiny fraction of the total radiation emitted،
تستقبل فقط كمية قليلة من الإشعاع الشمسي الكلي المنبعث، اللي هي إيكوال تو 1.7 × 10^14 كيلو وات، أو أبق على أي حال even with this smaller fraction، حتى وإن كانت هاي النسبة قليلة، it is estimated، حسب أو قدر that 84 minutes of solar radiation، 84 دقيقة من الإشعاع الشمسي الساقط falling on the earth، على الأرض، is equal، يساوي to the world energy demand، يكفي لسد طلب الحاجة على الطاقة for 1 year، يعني 84 منت من الإشعاع الشمسي الساقط على الأرض يكفي لتزويد الأرض بالطاقة لمدة سنة واحدة. time calculation، حساب الوقت. in solar energy calculation، في حسابات الطاقة الشمسية، aberrant solar time AST must be used to express the time of the day، يجب أن يستخدم للتعبير عن وقت اليوم. Apparent solar time is based مبني على on the apparent angular motion، الطاقة الحركة الزاوية للشمس of sun across the sky، لحركة الشمس عبر السماء. The time when the sun crosses، الوقت عندما الشمس تعبر، meridian of the observer، الشخص تعبر يعني خط الزوال للشخص، is the local solar noon، ووقت الظهر. It is usually عادة does not coincide with the 12 o'clock time of locality، عادة هذا ما يتطابق ويا الوقت اللي نعتمد اللي هو 12 o'clock time of locality. To convert the local standard time، لتحويل local standard time LST، الوقت اللي نستخدمه احنا بالساعات، إلى الأبرنت سولار تايم، إلى الوقت الشمسي. Two corrections are applied، تصليحات اثنين أو تعديلات اثنين يجب أن تطبق. الأولى the question of time، معادلة الوقت، والثانية longitude correction، تصليح خط الطول. These are analyzed next، هاي راح نناقشها لاحقا. question of time، معادلة الوقت، due to factors located، نتيجة للعوامل المرتبطة with the earth orbit، لمحور أو مدار الأرض around the sun، حول الشمس. the earth orbital velocity varies، السرعة المحورية أو السرعة المدارية للأرض تتغير throughout the year، خلال السنة. So the apparent solar time varies slightly، يتغير قليلا from the main time، من الوقت اللي نستخدمه، kept by a clock running at a uniform rate. The variation، هذا التغير أو هذا الاختلاف أو هذا الفرق، is called، يسمى the question of time ET. the question of time arises
استخدمت أو ظهرت because the length of the day طول اليوم that is the time required اللي هو الوقت المطلوب by the earth للأرض to complete لإكمال one revolution دورة واحدة about its own axis حول محورها with respect to the sun بالنسبة للشمس is not uniform هو غير منتظم throughout the year يعني الوقت اللي تستغرقه الأرض للدوران حول محورها لإكمال دورة واحدة حول محورها حول الشمس هو مو بالضبط 24 ساعة هذا 24 ساعة هو يعني متوسط أو average over the year خلال السنة the average length of the day متوسط طول اليوم is 24 hour 24 ساعة however على أي حال the length of the day طول اليوم varies يتغير طول اليوم يتغير due to concentricity لعدم تمركز of Earth orbit مدار الأرض and the tilt وميلان of Earth axis ميلان محور الأرض from the normal plane of its orbit على المحور على البلان العمودي على its orbit على مدارها due to the ellipticity نتيجة للإلبتيسيتي of the orbit يعني ال orbit المدار هو بيضاوي the earth is closer to the sun الأرض راح تكون قريبة إلى الشمس on January 3 جانواري and farthest from the sun وأبعد ما تكون عن الشمس from the sun on July 4 في 4 تموز therefore the earth orbiting speed السرعة المدارية للأرض is faster تكون أسرع than it is average speed أسرع من متوسط سرعتها for half the year تكون أسرع من السرعة المتوسطة لنصف السنة اللي هي from about October من أكتوبر to March وتكون سرعتها أبطأ and slower than it is average speed for the remaining half of the year لباقي للنصف الثاني من السنة from April to September من أبريل إلى سبتمبر The values of question of time as a function of day of the year هي قيمة الـ question of time اللي هي دالة ليوم السنة اليوم بالسنة day of the year اللي هو مثل أن can be obtained approximately ممكن الحصول عليها بصورة تقريبية from the following question question of time تساوي 9.87 sin 2b ناقص 7.53 كوساين بي ناقص 1.5 ساين بي وهذا يكون الوحدة مالتها منت والبي راح تساوي لي الان اللي هو رقم اليوم بالسنة ناقص 81 في 360 على 364 A graphical representation of question of time كذلك ممكن تمثيل معادلة الوقت question of time in شكل graph as shown in figure 2 from which the question of time can be obtained directly اللي من خلالها معادلة الوقت ممكن أن نحصل عليها بصورة مباشرة هنا هذا
في المحور الأفقي، المحور العمودي يمثل لي الـ question of time بوحداتها minute، والمحور الأفقي يمثل لي day number رقم اليوم بالسنة، وهذا الكيرف ممكن الحصول من خلاله على الـ question of time. longitude correction، طبعا longitude هو خط الطول، يعني هاي الخطوط اللي تنزل من مركز الكرة الأرضية الشمالي إلى مركز الكرة الأرضية الجنوبي، يعني من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، الخطوط يعني اللي تكون عمودية اللي باتجاه اليمين، هذا يسمى longitude. حتى نميزها عن latitude، اللاتيتيود اللي هي خطوط العرض، هاي تكون خطوط أفقية. الوقت يعتمد على خط اللونجيتيود اللي هو الخطوط هاي العمودية اللي أكو نقطة الصفر، خط الطول صفر يمثل لي جرينتش، يعني توقيت جرينتش اللي هو التوقيت العالمي اللي يعتمدون عنه، يعتمدون عليه، اللي هو عنده خط صفر. من يتغير خط الطول راح يتغير الوقت. The standard clock time is ignored، يحسب from a selected ميريديان من خط الطول near the center of time zone اللي قريبة من مركز المنطقة الزمنية، or from standard meridian أو the Greenwich which is at longitude of zero اللي هو يقع على خط الطول صفر درجة. Since the sun takes 4 minutes، الشمس تأخذ 4 دقائق to travel 1 degree، 1 درجة of longitude، 1 درجة لخط الطول. A longitude correction term، مصطلح أو تعبير لتصليح خط الطول، هو يساوي لـ4 في standard longitude ناقص local longitude، يعني longitude القياسي ناقص local longitude خط الطول المحلي. هاي should be either added اللي يجب أن تضاف أو subtracted أو تطرح to the standard clock time إلى الوقت of the locality. This correction، هذا التصليح، is constant، ثابت for a particular longitude لمنطقة لخط طول معين. And the following rule must be followed، والقاعدة التالي يجب أن تتبع. With respect to sign convention، إلى الإشارة المستخدمة. If the location، إذا الموقع، العفو دكتور، نعم الطلاب بالزاوية بس ما يقدرون يدخلون. أي دخلتهم هسه دخلت. تمام. If the location is east، إذا الموقع هو if the location is east، إذا الموقع باتجاه الشرق of standard
ميريديان، طبعا ميريديان هذا الاسم آخر إلى خط الطول. ذكر ركي إز أديت هذا التصليح معادلة التصليح هاي إز أديت تو ذا كلوك تايم، راح تضاف إلى وقت الساعة. إف ذا كوركشن إف ذا لوكيشن إز ويست، إذا الموقع باتجاه الغرب it is subtracted، هذا التصليح راح يطرح من وقت الساعة. The general question for calculation for calculating المعادلة العامة لحساب الـ aberrant solar time هي الـ aberrant solar time يساوي الـ local solar time زائد question of time زائد ناقص الاعتماد على الموقع 4 في standard longitude ناقص local longitude ناقص daylight saving اللي هو هاي بحالة إذا يستخدمون توقيت صيفي وتوقيت شتوي، والصيف يزيدون ساعة فنطرح هاي الساعة اللي هي 60 مينت إذا بحالة استخدام توقيت صيفي وتوقيت شتوي. If a location إذا الموقع is east of Greenwich، إذا الموقع هو باتجاه الشرق من Greenwich the second of the above question is minus، يعني هاي زائد ناقص في المعادلة ناخذ minus سالب. And if it is west، إذا هو باتجاه الغرب من Greenwich the second is a plus، الإشارة مال زائد ناقص راح تكون زائد. If a daylight saving time is used، إذا قلنا إذا استخدم daylight saving اللي هو إضافة الساعة على التوقيت الصيفي، this must be subtracted from the local solar time، هذا يجب أن يطرح من local solar time. The term DS اللي هو Daylight Saving depend on whether، يعتمد على فيما إذا كان Daylight Saving Time is in operation مستخدم، اللي عادة ما يكون usually from end of March نهاية March to the end of October إلى نهاية أكتوبر or not، يعني استخدم أو لا. This term is usually ignored، يهمل from this question من المعادلة أن considered only ويعتمد أو يؤخذ بنظر example determine the aberrant solar time، احسب ال aberrant solar time corresponding to 14 نص hour يعني 2:30 ظهرا local standard time LST at Mumbai اللي تقع على 19 north اللي هو هذا latitude خط العرض واللونجيتيود اللي هو 72.85 اللي يفيدنا هو اللونجيتيود اللي هو 72.85 است اون جولاي في تموز واحد يعني واحد من تموز ان انديا، طبعا مدينة بومباي تقع بالهند ان انديا. ستاندرد تايم الوقت القياسي is based on 82.50 است يعني مبني على اللونجيتيود اللي هو 82.50 است. from figure 2 solution from figure 2 من الشكل 2 the question of time correction of July 1 is سالب 4 minutes يعني روح على 1 جولاي للشكل 2 هذا اللي قلنا ممكن التعبير عنه يعني استخراج معادلة الـ question of time 1 جولاي 2
يعني آخذ خط عمودي من المحور الأفقي عند 1 جولاي، أقاطع حوالي هذا الكير والنوب، أرسم خط أفقي، أروح لخط الإكواشين أوف تايم اللي هي خط المينتس، تطلع لي إكواشين أوف تايم سالب 4 مينت. From figure 2, the question of time correction of July 1 is سالب 4 minute. Therefore, the apparent solar time راح يساوي لي local solar time زائد question of time زائد ناقص 4 standard longitude اللي هو هذا الوقت اللي يعتمد بالدولة، يعني اللي على أساسه يعتمد الوقت بالدولة اللي هو 82.50، والناقص local longitude اللي هو الخط الطول في المدينة المراد حساب الوقت خلاله اللي هو هنا بهذا السؤال 72.25. فأجي أطبق معادلة الوقت أبرن سولار تايم يساوي local solar time اللي هو 14.30 زائد ناقص 4 اللي هي question of time ناقص هاي زائد ناقص، خلينا الناقص لأن هنا باتجاه الإيست يعني longitude باتجاه الإيست من الجرينتش اللي هو الصفر longitude، فناخذ الإشارة سالب ناقص 4 في الستاندرد longitude ناقص local longitude راح يطلع عندي الابرنت سولار تايم 13.13 و47 مينت او 13 ساعة و47 مينت، اللي كان نشوف يعني اكو فرق بين الابرنت سولار تايم توقيت الشمسي والتوقيت مال الساعة، يعني هنا 2:30 ظهر، هنا 1:47. مثال آخر بس هنا باستخدام الكويشن اوف تايم، يعني استخدام المعادلة نحسب الكويشن اوف تايم. هناك استخدمنا الجراف والشكل example calculate the apparent solar time on March 10 10 مارس at 2:30 PM 2:30 ظهر local standard time يعني وقت الساعة هو 2:30 الظهر for the city of Athens اللي تقع بالإغريق اللي الخط اللونجيتود إلها 23.66 degree in Greece the standard time الوقت القياسي is based on 30 درجة إيست، يعني مبني على أساس إنه خط الطول هو 30 درجة. نجي نستخرج the question of time، the question of time for March 10 يعني number of day رقم اليوم هو 69 is calculated from a question question of time، هاي المعادلة مالتها بها فقط المجهول هو ال B، ال B نستخرج من هذا القانون 360 على 364 مضروبة في N ناقص 81، والآن هو number of day رقم اليوم بالسنة، هنا أنا بهاي الحالة هو رقم اليوم هو 69، فاستخرجت ال B اللي هي سالب 11.87، أعوضها معادلة ال question of time راح يطلع لي question of time تقريبا سالب 11 minute سالب 11 دقيقة. The standard meridian for Athens is 30
standard longitude هو 30 درجة إيست. Therefore, the average solar time, average solar time at 2.5 PM is the average solar time راح يساوي لي the local solar time زائد the question of time زائد ناقص 4 standard longitude ناقص local longitude. وطبعا الساعة أحولها إلى نظام 24 ساعة، يعني أضيف لها 12 ساعة، يعني مو ثنتين مو نص الظهر. الصيف زائد 12 يصير 14 و30 دقيقة ناقص هذا التصليح مال لونجيتيود 4 في 30 اللي هو ستاندرد لونجيتيود للدولة ناقص 23.66 اللي هو اللوكال لونجيتيود للمدينة المراد استخراج الوقت لها ناقص 11 مينت اللي هو the question of time راح يساوي للتوقيت الابرين سولار تايم 13.54 مينت أو يساوي لي 1:51 PM 1:54 ظهرا.